لا جابوا شعر وما أنا مصدق إمتى يجي بكرة. مشان الله حاجة خشل يوم. يا ستي مو هو اللي مصدق، أنا ماني مصدق. شو كان فارس عنا؟ الله يخليك عريس. الله يخليك يا نوري. لك إيه أخي صحيح بدي أسأل، صار شي بقصة محمد؟ لسه تركه شوي لحتى يتربى، بس بكره ببعت وراه وبشوفه. طيب اخي بس الله يخليك، على الفرن ما له رجع. لا خلصنا لك فارس، شو بنا؟ والله مالي عم اصدق انه كل هالشي بيطلع من محمد. سدي لكن بيسدي. الله يعين الناس، الله يلعن ابو الفقر. قلتك الله. يا ترى مين بده يكون بهالوقت يجي؟ ان شاء الله خير يا ابغى. يا رب بخير اسمك. ايه هاي اخي خلص. شوفي المرزوق برا عم يقول الفرن تبعنا عم يحترق. شو؟ يا لهوي يا ويلي يا لهوي يا معلش يا بركي يبعث لي حلا يا لهوي. لك الفرن، الفرن عم يحترق. استفادات الله رحمه يا زعيم. الله يجعل اقبل على صاحبنا. لا اسالك رجل القضاء ولكنني لا اله الا الله. لطفه في يا رب. معقول شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ شو يا ابو احمد شو عم يصير؟ والله ما بعرف ما بعرف يا ابو يونس شو عم بهاي. لا اله الا الله. شو صار هجين؟ خير خير خير. لسه الخير لقدام يا اهل حاره اللوز. عبود شو اللي عم يصير يا ابو احمد؟ والله ما بعرف. انا ما بعرف كمان شو صاير. يا شو صاير بالحاله؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. وصل البلة دقنك يا نوري. ولك انت لك عين تيجي توقف بيناتنا؟ ولك اقتلوه اقتلوه خلوه يعرف ابن خالته لهالكلب شو عم يساوي فينا. اقتلوه روح على بيتك. روح على البيت. بس يا زعيم روح. يلا يا رجال يعطيكم العافية، كل واحد على بيته. الله يعوضك يا نوري. الله يعوضك يا زعيم. يعوضك الله زعيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قتلك يا عبود، قتلك يا واطي يا خسيس. يا ابو فارس انت قلنا شو صار؟ حرق الفرن. ولي على قامتي على هالخبري. يا ريتني متت وما سمعت هالخبر. وعرفتوا كيف الحرق؟ ايه عرفنا. شلون فارس؟
حبود الواطي هو اللي حرقه. إلهي يحرقه بنهار جهنم، إلهي ياخذه ويخلصنا منه، إلهي وانت